السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله انا هكلمكم على اسرار سورة عظيمة جدا 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 من سور القرآن الكريم. هذه السورة بإذن الله يا جماعة بتستخدم للانتصار العام. يعني يا عبد الله هذه السورة بتستخدم او بتفيد في الانتصار العام؟ يعني هذه السورة كان من المشهور او المتعاهد عنها ممن قرأها وممن جربها ان يعني كانت بتستخدم في الانتصار والنصرة على الظالم. لكن السورة دي، ودي معلومة ناس كتير ما تعرفهاش، ان هي بتستخدم وبتقرأ ايضا للانتصار العام. يعني ايه الانتصار العام؟ يعني الانتصار على اي عقبة او اي مشكلة بتواجهك، سواء كان الانتصار على الظالم او الانتصار على اي مشكلة، اللي هي الانتصار على المشكلات او الانتصار على الازمات او الانتصار على العقبات. فبالتالي انتصار او الانتصار في هذه السورة هو انتصار عام، هو انتصار يا جماعة عام. فبفضل الله عز وجل هذه السورة نافعة جدا لامور كثيرة جدا. من الامور اللي نافعة جدا فيها الانتصار على الظالم، ومن الامور النافعة جدا فيها ايضا بتستخدم في قضاء الحوائج، والسورة هي سورة الفيل. سورة الفيل يا جماعة من السور العظيمة جدا والقصيرة في القرآن الكريم، لكن على الرغم ان هي من السور القصيرة الا ان ثمرتها او الفوائد اللي موجودة فيها كتيرة جدا. وانا دايما بحب اما باجي انزل فايدة احب اقرأ كتير جدا عن تجارب هذه السورة واشوف الناس اللي جربوها حصل معاهم ايه. فقرأت عن هذه السورة الكثير جدا واكتشفت ان يعني في ناس كتيرة جربتها يا جماعة وحصل معاهم معجزات، حصل معاهم معجزات. وانا كنت نزلت ايضا فايده عن هذه السوره كنت بتقراها 41 مره، الانتصار والنصره على الظالم. وناس كتيره بعتت لي تشكرني ان هو ربنا جاب لهم حقهم. الانتصار على الظالم مش ان انت تنتقم من حد، ولكن ان انت لو مفترى عليك او حد متكلم في حقك بالسوء او حد جاي عليك بمشكله او ازمه، باذن الله الله تعالى بيبين طيب او بيبين حسن نيتك وبينصرك عليه. فبالتالي السورة دي يا جماعة بتفيد جدا جدا جدا، او الشخص اللي محتاج يقرأ ويداوم ويستمر على قراءة هذه السورة، اولا هو الشخص اللي بيواجه اي مشكلة او اي عقبة في حياته ويريد الانتصار عليها. يعني لو كان في شخص ظلمك او شخص بيتكلم في حقك بالسوء وعايز تنتصر عليه، فعليك بقراءة هذه السورة. وهذا الورد عظيم جدا جدا جدا، وبمجرد باذن الله ما تقرأ هذه السورة وتفعل هذه الفائدة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية اللي انا هقولها لك، بإذن الله ترى العجب في الانتصار والنصرة على الظالم والنصرة على أي مشكلة أو أي عقبة بتواجهك. وأحلى حاجة في الفايدة دي يا جماعة إن طريقة تطبيقها سهل جدا. طيب نطبقها إزاي؟ هبدأ بإذن الله وأقول لكم نطبقها إزاي، بس يا ريت تضغط على زر اللايك، تشترك في القناة لو أنت جديد في القناة، تدعي لي دعوة تعالى بالتوفيق، ويلا بينا على طول يا جماعة نبدأ في ذكر التفاصيل وشرح الطريقة إن شاء الله. طبعا في البداية هذه الطريقة لا يشترط فيها يوم معين، يعني ممكن تعملها في أي يوم. وطريقة تطبيق هذه الفائدة ان انت بإذن الله بعد صلاة العشاء بتجلس وبتكون متوجهة للقبلة، واول حاجة بتعملها ان شاء الله هي ان انت بتقرأ سورة الفيل اللي هي هذه السورة العظيمة. بتقوم بإذن الله بقراءة سورة الفيل 11 مرة، وبعد ما تقرأ سورة الفيل 11 مرة بنيجي لتاني خطوة ان شاء الله، وهي ان انت بتذكر هذا الاسم العظيم، وهو من اسماء الله تعالى الحسنى، وهو اسم الله تعالى القوي. بتقول يا قوي 333 مرة. بعد ما بتقول يا قوي 333 مرة بتقول الدعاء ده 7 مرات، والدعاء اللي هتقوله إن شاء الله هو: اللهم انصرني على نفسي وعلى كل مشكلة أو عقبة يا الله. اللهم انصرني على نفسي وعلى كل مشكلة أو عقبة يا الله. بإذن الله إن طبقت هذه الفائدة وفعلت هذه الطريقة هترى المعجزات بإذن الله بعدها، والطريقة دي من المجربات القوية جدا، أتمنى تطبقوها. كده يكون الفيديو خلص. أسأل الله أن يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.